أرنو ارسم لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أرنو الرسام. نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة، هل هذا ممكن؟ أرنو الرسام. ابدأ على مهل، إنه شيء سهل، بقلم وورقة هذا هو الحل. أخطأت مجدداً. مرحباً أرنو. مرحباً يا طارق. مرحباً يا أصدقاء. نلعب لعبة مسلية تدعى ريشة. ريشة تطير. تدعى ريشة الطائرة. نعم هذا صحيح، الريشة الطائرة. اسمها غريب لكنها مسلية. هيا أرنو، هل تستطيع رد هذه؟ سأحاول أن أردها. لا، ثقب كبير. ماذا سنفعل؟ هل سنتوقف عن اللعب؟ لا يوكو، أعرف من يستطيع مساعدتنا. من؟ العنكبوت. لا تتحركي، سأعود فورا. عنكبوت؟ أخاف العناكب. وأنتم؟ ونحن كذلك. لا تقلقوا، سأرسم عنكبوتا لطيفا. ولكن لماذا العنكبوت؟ لأنه يغزل الخيوط، أي أنه سيصلح الشبكة. أصدقائي، هل تودون رسم العنكبوت معنا؟ نعم. حسناً، سنبدأ. لرسم عنكبوت، أبدأ بدائرة صغيرة للرأس، ثم أرسم الجسم بدائرة كبيرة مفلطحة كهذه، ثم أرسم الأرجل. يوكو، هل تعرفين كم رجل للعنكبوت؟ له أرجل كثيرة. 8 أرجل. 1، 2، 3، 4. دورك يوكو. 5، 6، 7. تمام. أحسنت يوكو. ثم أرسم قرنين فوق الرأس، ودائرة للأنف، ونقطتين للعينين. وأنا سأضيف ابتسامة كبيرة لأتأكد أنه سيكون لطيفا. والآن يجب علينا أن نلون. العنكبوت الخارق، إن كان أحدكم في خطر فسأنقذه. اتصلوا بالعنكبوت الخارق. مرحبا أيها الخارق. كيف تنقذ الآخرين؟ أنت ما زلت صغيرا. صحيح، لدي قوة خارقة. ما تلك القوة؟ عندي منصات لأتسلق كل مكان، كما يمكنني القفز بعيداً. وأصنع أقوى الخيوط في العالم. أحسنت أيها الخارق، إذن يمكنك فعل كل شيء. بالتأكيد، أنتما في خطر؟ ليس تماماً، نريد من يصلح لنا هذه الشبكة. آسف، أتدخل في الحالات الحرجة فقط، ليس لي وقت للشبكة. أنا العنكبوت الخارق. لا. لا تقلقي يوكو، سأرسم عنكبوتا آخر. لرسم عنكبوت، ابدأ بدائرة صغيرة للرأس، ثم أرسم دائرة كبيرة مفلطحة للجسم. أرسم الأرجل وهي 8.
ثم ارسموا قرنين صغيرين فوق الرأس ودائرة للأنف ونقطتين للعينين. ولا تنسوا الابتسامة يا أصدقاء. والآن يمكنكم اختيار ألوانكم المفضلة. مرحبا أيها الصغار، أنا العنكبوت. أهلا عنكبوت. لقد تمزقت شبكتنا، هل ساعدتنا في إصلاحها؟ بالتأكيد، أحب الغزل. نعم، سأصنع خيوطا متينة وستبدو شبكتكم جديدة، ستريان. رائع. ما رأيكم؟ إنها جديدة. هذا أنا العنكبوت الخارق، إن كان أحد في خطر فسأنقذه، اتصلوا بالعنكبوت الخارق. شكرا. أحسنت أيها العنكبوت الخارق. والآن إن أردتم رسم عنكبوت فافعلوا. هيا إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.